خلونا دلوقتي مشاهدينا الكرام نستقبل ضيفنا وضيفكم الإعلامي والصحفي المغربي المحترم محمد أمين حامد. برحب بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد اهلا وسهلا. انا الصوره ما عنديش صوره واضحه، داكشي علاش الصوت تاخرت قليل. تمام ولا يهمك، المهم نسمع صوتك والاهم نسمع اجاباتك. وعايزك بقى كمغربي واعلامي مخضرم تعرف ان في قطاع كبير جدا من الجماهير المصريه والعربيه بتتابعنا، فبلاش تكلمني مغربي خالص، يعني خليك كده ايه حبة بالمصري مع حبة بالمغربي عشان الناس تفهم معانا والدنيا تمشي. مرحبا. عم محمد مرحبا، تحياتي أيوة. وتحية خاصة للجماهير العربية والجماهير المصري حبيبي. كده تمام وصوتك واصل وزي الفل والكلام تمام. في البداية يا أستاذ محمد أنا عايز يعني أنت شايف دوري الأبطال هيتلعب فين، خاصة بعد اعتذار الكاميرون، والكلام في النقطة دي كتير جدا في مواقع وصحف عمالة تقول إن الإمارات مقدمة طلب لاستضافة البطولة، وفي مواقع تانية بتقول قطر، وكمان مصر قدمت طلب رسمي. أنا عايز أعرف معلومات الصحفي المغربي محمد أمين عن هذا الموضوع، تفضل يا أستاذ محمد. المعلومات الخاصة هو أن قضية الكاميرون هي قضية غريبة نوعا ما. دعونا نرجع بالذاكرة نوعا ما إلى الوراء. الكاميرون كانت مرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا وتم سحبها من الكاميرون، وأثيرت ضجة كبيرة آنذاك إلى آخره، تم اتهام فيها للرئيس الاتحاد الافريقي احمد وما صاحبها من امور، وكذلك تم اتهام الجانب المغربي بخصوص المساله، وهي امور اتضح مع مرور الوقت انها مستبعده، وان الكاميرون ممكن دوله غير جاهزه لاستضافه المنافسات الرياضيه الكبرى، وهذا ما اتضح لان تم اعطاء الكاميرون شرف استضافه كذلك كاس او بطوله افريقيا للمحليين ولم يكن في استطاعتهم ذلك، ثم جاءت ظروف كورونا التي أغلقت الحدود في العالم، يليها استضافة نصف نهائي ونهائي عصبة الأبطال، والكاميرون كدولة أعلنت عدم الاستعداد ديالها الحالي لاستضافة نصف نهائي ونهائي عصبة الأبطال. إذن يتضح جليا أن الكاميرون كدولة لا زالت غير مستعدة لاستضافة الأحداث الكروية الكبرى، هذا واضح وليس بالعيب. نعرف أن الظروف الاقتصادية بإفريقيا جنوب الصحراء هي صعبة، ظروف تنظيم مظاهرات أو تظاهرات بهذا النوع ككأس إفريقيا وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكذلك نصف نهائي عصبة الأبطال وما يتطلبه ذلك من لوجيستيك من فنادق مطارات إلى آخر إمكانية مادية، ممكن الكاميرون غير مستعدة حاليا لاستضافة هذا النوع. أثيرت ضجة كبيرة وراء هذه المسألة، ظروف كورونا أعطتنا في البداية بأن الكاف أقر بأن نصف النهائي سيكون من مباراة فاصلة، هنا مربط الفرس. نعم. لأن بكل صراحة والجانب المصري وهذا حقه الأهلي والزمالك ضغطوا لأنهم يرون أن مباراة واحدة فاصلة ممكن أن تكون ظالمة وغير منصفة من ناحية حضور. الأهلي والزمالك يرون أنهم أقوى، ذاك حقهم، يرون أنهم أقوى تقنيا، ومباراة واحدة ممكن أن لا تعطي حقيقة الميدان، وضغط الأهلي والزمالك وفرض على الاتحاد المصري والدولة المصرية بطبيعة الحال الضغط، واستعملت أوراق، ورقة قطر وورقة الإمارات، ثم جاءت ورقة نصف نهاية أن تكون بذهاب وإياب، أن ترجع النظام القديم، ويلي على حسب ظروف المنافسة والمتأهلين تتحدث المباراة النهائية. يعني إذا تأهل جانب من مصر وفريق من المغرب سيكون دولة محايدة، إذا تأهل فريقين مصريين تكون مصر مستضيفة مباراة النهائية وهي مباراة واحدة، وإذا كان فريقين مغربيين يكون المغرب هو من يستضيف. ولكن طيب ما الكلام ده يا أستاذ محمد كلام منطقي ومعبر جدا، حضرتك بتقول لو فرقة من مصر وفرقة من المغرب يبقى أرض محايدة، كلام منطقي جدا زي ما بنعمل وبنشوف في كل الدول. طيب لو فرقتين من الدولة واحدة يلعبوا على على ملعب الدولة دي أو البلد دي ويبقى المشكلة حلت، ليه التعنت بوجهة نظرك يا أستاذ محمد؟ هو الموجود، هناك تضارب مصالح كبير داخل الاتحاد الإفريقي، ولوبيات واضحة. تمام. واضحة ولو غير معلنة، هناك تضارب، هناك لوبيات، هناك الآن أطراف، أي واحد من الأطراف يريد
أن يبسط سيطرته، وهذا واضح، واضح أن هناك ثلاث أطراف قوية حاليا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة قدم، وأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد عاجز عن السيطرة على الوضع، وكل ما يعمل تخريجات فقط، هي فقط تخريجات أو فقط حلول ترقيعية لتردية الأطراف، وهي أطراف قوية، الطرف المصري، الطرف المغربي، والطرف التونسي. طيب أنا عايز أدخل معاك على الطرف المغربي واستغل وجود حضرتك معايا يا أستاذ محمد، وأنت أهل مكة أدرى بشعبها. يعني الوداد أو أنا عايز أسأل عن الوداد والمتابعين للكرة المغربية تحديدا في العالم كله بيعرفوا قيمة محمد النهيري. محمد النهيري لاعب الوداد، عارفين قيمته كويس جدا، لاعب محترم جدا، ولكن في تساؤل غريب، لماذا محمد النهيري في أضعف مستوياته هذا الموسم تحديدا يا أستاذ محمد؟ يا ترى مستوى محمد النهيري كلاعب مهم، وحضرتك ممكن تأكد لي ده وتنفه لي، هيؤثر على مستوى الوداد أمام الأهلي أم لا؟ قضية محمد النهيري هي قضية معقدة. كيف؟ النهيري لديه وكيل ومحامي أقنعوه أو أفهموا بأن هو عقده وصل إلى نهايته، وهو غير ملزم لأن يلتحق بتدريب الوداد لإكمال الموسم المحلي والدولي. هذا ما فنده الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي أقرت بإلزامية إتمام الموسم الكروي في البطولة الوطنية بجميع أقسامها، سواء القسم الأول والثاني أو الهوات. هذا يضع إشكال قانوني أمام محمد النهيري، الذي يصر على أن موقفه سليم قانوني، وأن عقده انتهى بنهاية 30/6 يعني 30 يونيو. الجامعة ترفض هذه المسألة. الوداد الآن يثبت غياب النهيري عن طريق مفوض قضائي، يعني مسائل قانونية. دخل اللاعب والوداد في مفاوضات لتمديد العقد وكذلك الرجوع إلى التدريب. بحد ساعة المسألة هي مادية بخصوص تمديد العقد، هي مسألة مادية، اللاعب يطلب ثمن والوداد يصر على ثمن آخر، إنما الناحية القانونية ستكون إشكال قانوني، لأن الوداد في صفه العقد النموذجي الذي تؤيده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واللاعب يصر على أن عقده الاحترافي ينتهي ب 30 يونيو، وأن مسألة التمديد هي مسألة اختيارية، واستند في ذلك على لاعبين بأوروبا ككافاني، كذلك لاعب أوزيل وغيره، ويليام، بيدرو وغيره من اللاعبين الذين أتمموا اختياريا. المسألة ستكون معقدة قانونيا، وإذ لم يجدد النهيري مع الوداد سنرى إشكال قانوني حقيقي في القضية بين النهيري والوداد الرياض. طيب قول لي، الرجاء المغربي فرقة من الفرق القوية جدا والفرقة المحترمة اللي العالم كله وكل متابع الساحرة المستديرة بيتابعوا هذا الفريق، وعارفين ان هو فرقة محترمة جدا. ما ننساش طبعا فوزها على الترجي في قطر في نهائي السوبر الافريقي، ولكن السؤال يا استاذ محمد، هل رجاء كارتيرون اقوى ام رجاء جمال السلامي؟ معايا يا استاذ محمد؟ طيب لحد بس ما يرجع لنا أستاذ محمد، كان ده سؤال مهم جدا وكنت عايز أعرف إجابته. كمان كان عندنا أسئلة تخص هذا الملف والصراع الدائر في الاتحاد الإفريقي الكاف زي ما قال أستاذ محمد، وكلمنا عن مواضيع مهمة جدا، منها موضوع محمد النهيري. محمد النهيري زي ما قلنا يا جماعة، اللي بيلعب في دماغ اللعيبة هم للأسف مدير أعمال اللعيب نفسه، بيبدا يجيب له عقود من هنا وعقود من هنا، وتبدا تيجي الفلوس فتبوظ الصفقات، فيقول للراجل انت ممكن ما تقدرش تروح التمرين عادي، احنا عندنا دلوقتي عقد جديد وعندنا صفقه جديده وعندنا نادي جديد رايحينه، فيبدا الراجل ياثر مع ناديه. ولكن في الاخير انا بشكر استاذ محمد امين الصحفي والاعلامي المغربي، وان شاء الله بحاول ان هو لو سمعنا دلوقتي يكون معانا باذن الله الاسبوع القادم عشان نتابع معاه تطورات قضيتين مهمين جدا، الاتحاد الافريقي وكمان محمد النهيري، وايه اللي وصل فيه الاتحاد الافريقي بعد هذه الصراعات وتلك المشاكل والخطابات. كويس ان انت رجعت لي يا استاذ محمد، كان مهم جدا اسال حضرتك السؤال ده، رجاء كارتيرون اقوى ام رجاء جمال السلام؟ السؤال على جمال السلام هي على ما اعتقد. نعم نعم
لم أسمع السؤال جيدا لو سمحت. يعني أنا كنت بتكلم يا أستاذ محمد عن أن فرقة الرجاء المغربي فرقة قوية جدا، وكل متابعين الساحرة المستديرة يتابعوا هذا الفريق ويعلموا أنه فريق قوي، والناس كلها ما تنساش فوزه على الترجي في قطر في نهائي السوبر الأفريقي. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل رجاء كارتيرون أقوى أم رجاء جمال السلام؟ ده سؤالي. السؤال، رجاء كارتيرون هي رجاء كان يلعب على النواحي الهجومية أكثر، لكن كان أقل التزام دفاعيا، يعني استقبل أهداف كثيرة رجاء كارتيرون، وكان لا يهتم بالنواحي الدفاعية من يعني بنسبة كبيرة. رجاء السلامي أكثر توازنا، لأن السلامي يعرف جيدا مشكل الرجاء قبل مجيئه، هو ابن فريق الرجاء الرياضي، يعرف جيدا إمكانيات لاعبي فريق الرجاء، لأن منهم على الكبير دربهم لما كانوا شباب وكذلك بالمنتخب المحلي. نعم. يعرف جيدا خصائص ونقاط ضعف وقوة فريق الرجاء، فاشتغل بشكل كبير على تحسين الناحية الدفاعية وترك الناحية الهجومية لمهارات لاعبي الرجاء، لأن لا أخفيكم سرا الرجاء لديها مهاجمون أقوياء، تمام، متولي والحفيدي والرحيمي وإصابة بن حليب للأسف، وكذلك بين مالونغو وحميد أحداد، هذو لاعبون يمكنهم فعل الفرق في أي لحظة، وبالتالي اشتغل كثيرا على إصلاح الجانب الدفاعي، تمام، على إعطاء توازن، وهناك لاعبون في الهجوم ممكن إعطاء حلول وأنهم يغيروا النتيجة في أي لحظة. هنتكلم في الحاجات الفنية دي الأسبوع الجاي لأنك هتبقى معانا الأسبوع الجاي، نتكلم في الحاجات الفنية دي. بس أنا بستأذنك طبعا على الهواء مباشرة، هي تدبيسة من إعلامي الإعلامي، فاستحملني فيها، بدبسك على الهواء، لازم تكون معانا الأسبوع الجاي عشان عندنا حاجات كتير جدا عايزين نكملها مع بعض. بس سؤالي بقى، تتوقع مين يفوز بدوري الأبطال والكونفدرالية؟ توقع من قراءاتك للساحرة المستديرة وقراءات بالورقة والقلم. ممكن إعادة السؤال لو سمحت؟ تتوقع من يفوز بدوري الأبطال والكونفدرالية؟ توقعات لنحسبها بالورقة والقلم والحسابات الكروية، ليست خيالا وليست هو أمنيات. هو, 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 هو مسألة محسومة. بالنسبة لكأس الكونفدرالية هناك فريق مغربي في النهاية. أنا مسألة محسومة، إيه الثقة دي؟ هناك فريق طرفين في النهاية وما مغربي. بس أنا عارف قلبك بيميل ناحية فين ومش هقول. أنا عارف قلبك ميل ناحية مين ومش هقول. لا 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 لا، هحافظ على سرك. لا لا لا، مش مسألة قلب ولا أي شيء، سأكون منطقيا جدا، سأكون منطقيا جدا في التحليل. سأتكلم عن الكونفدرالية وبعد عصبة أرقى. الكونفدرالية حاليا أكثر فريق مجرب حاليا في الكونفدرالية هو نهضة بركان، وهو أكثر توازنا وأكثر قوة. بيراميدز لديه، بس أنت ما تعرفش إن بيراميدز تقيل برضه، لكن بيراميدز فريق غير مجرب، وفريق جديد على الساحة الإفريقية. صحيح صحيح. وممكن هذا العامل يلعب لصالح الفرق المغربية. هذا أنا أتوقع. يعني أنت عايز تقول إن الخبرة ممكن تحسم الموضوع؟ نعم، الخبرة لها دور كبير وممكن تحسم الأمور. الخبرة في صالح نهضة بركان. نهضة بركان اكتسب خبرة قوية في منافسات كأس كاف، حتى أمام حسنية أكادير نهضة بركان أكثر حدودا وأكثر قوة وأكثر خبرة في النوع من المباريات. طيب. وأتوقع إذا وصل نهضة بركان للنهاية، أيوة، لن يزعجه أحد، لأن خصمه في النهاية الموسم الماضي كان الزمالك. تمام. الزمالك هو الزمالك، زمالك خبرة، حضور، كواليس استراتيجية، أشياء طب كثيرة. طب بص بص، بمناسبة بذكرك للزمالك بقى، بذكرك للزمالك، أتوقع فوز البطولة، بذكرك لنادي الزمالك. أنا عارف أنت بتشجع مين في المغرب، بس مش هقول. لا. مش هقول على الهواء، مش هقول. لا لا، مش هقول. انا عايز اعرف انت بتشجع مين في مصر، الاهلي ولا الزمالك؟ في مصر اهو، بعيد اهو. انا حكون صريح معك بالنسبه لنادي الاهلي. ايوه، نادي الاهلي اذا لم يصلح مساله رمضان صبحي والحاله الصحيه للشحات، ايوه، سيكون اضعف هجوميا من الحاله ديالو قبل الكورونا. تمام. اذا لم يصلح مساله رمضان، وهذا ما اتمناه، أن لا يصلح مسألة رمضان صبحي وأن حسين شحات، لأن هادو يشكلون قوة، باور، سرعات، مهارات عالية، وهاد نوعية من اللاعبين تخلق مشاكل للمدافعين المغاربة، لأنهم مهاريين تقنيا أقوياء، ونادي الأهلي لديه لاعبين في وسط الميدان لإمداد النوع من اللاعب. إذا كان الأهلي بنقص من هاد العنصرين معا سيكون أضعف. نادي الزمالك أظن وأنا متأكد بأن البهرجة الحالية حول نادي الزمالك
وما يقع إداريا، لا أريد تسمية أشخاص لأن شأن مصري مصري، ما يقع إداريا عندي يقين سيؤثر على نادي الزمالك. حاليا لم يصل لحد ساعة، يقال بأن الأسبوع المقبل سيلتحق النجم، وخاصة بن شرقي، بن شرقي هو نجم الزمالك، هو قوة الفريق، لم يتدربوا بطريقة جيدة لحد ساعة عكس الرجاء. الفرق وأن الرجاء ممكن أن يكون منهكا بدنيا، نعم. لأن الرجاء لديه 15 مقابلة في 7 أسابيع. تمام. في 7 أسابيع. يعني محمد حامد، يعني محمد حامد أهلاوي. نعم. أهلاوي أنت؟ أهلاوي. أنا أهلاوي. طيب خلاص، نتقابل بقى مع الصحفي والإعلامي المغربي محمد أمين حامد اللي أمتعنا بآرائه وتعليقاته وتحليلاته الرياضية في هذا الملف، نتقابل معه إن شاء الله الأسبوع القادم في على الهواء، يكون لنا لقاء ويتجدد اللقاء في الكرة العالمية مع الصحفي المغربي محمد حامد، وأتمنى تقبل دعوتي ليك على الهواء.